أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية كفاءات من دولة الإمارات. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد ياسر الحربي وشريكه أيضا السيد أحمد الشامسي، إحدى الكفاءات الإماراتية الموجودة في دولة الإمارات. في البداية أسعد الله أوقاتكم طبعا. وقتك إن شاء الله. الله يسعدنا فيكم طبعا. الله يزيدك شكرا. الله يزيدك خير. وإحنا نشكرك ونشكر صوت البرنامج على الدعم المتواصل، كنتوا تواصلين معنا على طول على أساس نسوي هالبرنامج، وإن شاء الله أنها تكون فرصة حلوة ولقاء جيد إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. لو نبتعد قليلا عن الألقاب طبعا في البداية ونعرف السادة المشاهدين من هم أصحاب سفاري لتأجير جميع أنواع السيارات طبعا، وهم أيضا أصحاب سلسلة شركات موجودة داخل دولة الإمارات. في البداية لو نبدأ مع السيد ياسر الحربي، طبعا نخبر السادة المشاهدين بالبطاقة التعريفية، من هو السيد ياسر الحربي؟ معكم أخوكم ياسر الحربي. العمر 37 سنة. نعم. الجنسية الإماراتية. بالنسبة للأعمال بدأت مشاريع تقريبا من عام 2009. نعم. والمعهد العلمي تقريبا دبلوم. نعم. إدارة أعمال. شكرا. جميل جدا. طبعا لو نخبر السادة المشاهدين في البطاقة التعريفية للسيد أحمد الشامسي. معكم المواطن أحمد سعيد الشامسي. نعم. أنا من بديت التجارة مع أخو ياسر من سنة 2009. جميل. كنا في البداية يعني أنا وياسر حابين نخلص المرحلة الدراسية على أساس نبدأ البزنس. نعم. ولكن كان اقتراح ياسر نبدأ البزنس مع الدراسة. نعم. والحمد لله كانت فكرتها ناجحة، خلصنا دراسة وإحنا كنا أوردي بادين مشروعنا الأول في التجارة. نعم. جميل جدا. طبعا في البداية أستاذ ياسر الحربي، لو نتكلم عن الخدمات اليوم اللي بتقدموها داخل الشركات الموجودة، ولو نتكلم أكثر عن سلسلة الشركات اللي أيضا موجودة تحت اسم ياسر الحربي والسيد أحمد الشامسي. بالنسبة للخدمات، كل مشروع له خدمات خاصة فيه. نعم. بالنسبة لمكتب سفاري تأجير المركبات، الخدمات هي تأجير السيارات، إيصال السيارات للمطارات. نعم. وبالنسبة للمسافرين وبالنسبة للعامة. وبالنسبة للمشروع الثاني اللي هو النادي الرياضي. نعم. النادي الرياضي طال عمرك اللي هو توفر فيه جميع الأنشطة الرياضية. جميع الأنشطة. وبالنسبة لمكتب السفر والسياحة، اكستور للسفر والسياحة. نعم. اللي هو السياحة بشكل عام سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. جميل. من تذاكر، من محلات سفاري. نعم. من مواصلات. نعم. جميع الخدمات السياحية. نعم. جميل جدا. هذا بالنسبة لنا. وأيضا في استثمار آخر عندكم؟ نعم، في بالنسبة للاستثمار الآخر اللي هو العقار. جميل جدا. عندنا عقارات اللي هي إيجار، يعني إيجارات سكنية تقريبا. نعم. جميل. نعم. جدا. طبعا أخوي أحمد الشامسي، أنت تعلم أن اليوم دولة الإمارات هي بيئة استثمار خصبة والمنافسة داخل دولة الإمارات شديدة جدا. بدأتم في البداية في عمر صغير، اليوم أنتوا صرتوا أحد رجال الأعمال الرائدين داخل دولة الإمارات، فخلينا نتكلم شوي عن التميز، فما الذي ميزكم في ظل هذه المنافسة الشديدة؟ أستاذي الفاضل، شوف أنت تكلمت في البداية عن الأمن الأمان في الإمارات، أنا أحب بس يعني نتكلم عن جزء مهم دائما، أن الأمن الأمان هو دائما يعطيك الراحة في بداية مشروعك. فعلا. فنحن يمكن هذا يمكن الأشياء اللي احنا قلنا ليش احنا ما نبدأ نتاجر في الإمارات، بحكم ان الأمن الأمان موجود الحمد لله والفرص موجودة، ولازم تعرف انت قاعد تقدم خدمة للمجتمع. في هالحالة الحمد لله لما قاعد تقدم خدمة جميع الحكومات الموجودة في الإمارات قاعدة تساعدك وتعطيك تسهيلات. فعلا. فلازم تستغل هذا الشيء. بس احنا كيف نقدر نميز عمارنا عن الشركات الثانية؟ أول شيء احنا قلنا بنخليها إدارة مواطنة نسبة 100%، هذا واحد. رقم اثنين قمنا احنا شو نسوي، قمنا نغير مشاريعنا، مش خليناها في مشروع واحد مثل ما يقولون، يعني مش السلة في مكان واحد. نعم. سوينا مشاريع في كذا مثل ما تقول بستان. نعم. من كل بستان زهرة مثل ما يقولون. يا سلام. فيمكن تميزنا في هالشيء، فقمنا مرات احنا شو نسوي. نعم. نقول حق الناس مثلا اذا اشتركت في الجيم. نعم. شهر لك كوبون تأجر سيارة بمبلغ خصم وقدره يعني كذي، فقمنا يعني نميز. سوينا ربط بين مع أن هي هذا شوف ما له علاقة في هذا، لكن سوينا بيهم كنكت، سوينا ربط بينهم. يا سلام. وهذا الشيء اللي ميزنا. فعلًا يعني الكومبينيشن، المزيج ما بين التجارة خلينا نقول أو تأجير السيارات مع
يعني مع البزنس الثاني اللي هو الرياضي الجيم. هي نعم احنا نقول جيم عظيمه جدا. نعم. يعني الربط بين الاثنين اليوم وحصول كمان الكاستمر على شيئين في وقت واحد في وقت. نعم. واحد جميل جدا. طبعا لكل انسان نظره مستقبليه وسقف الطموح مفتوح استاذ ياسر. فالنظره المستقبليه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، اول شيء نسال الله التوفيق، ثانيا الحمد لله رب العالمين الامور متيسره. نعم. النظرة المستقبلية اليوم أنا أملك تقريبا ما يقارب يمكن 60 سيارة في المكتب ما شاء الله. تمام. النظرة المستقبلية أنا أتمنى أتعامل يعني بالنسبة لي كياسر. نعم. شغلي يتفرع ويوصل لإمارات الدولة كلها أول شيء إن شاء شيء. الله تعالى. وبدال 60 سيارة أتمنى 1000 سيارة إن شاء الله. تمام. ونتعاقد مع جميع الدوائر الحكومية والحمد لله رب العالمين. نحن الحمد لله رب العالمين بالنسبة والحكومة مش مقصرة معنا من جميع النواحي. نعم. طبعا احنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق وان شاء الله بنشوفك مش بس على مستوى العين، ان شاء الله بنشوفك على مستوى الامارات كامله. خلينا نتكلم قليلا طبعا عن كلمه تدعم فيها اليوم الاستثمار وتدعم فيها اليوم الشباب المقبل على الاستثمار، كونك اليوم بدات في عمر صغير، هذا اولا. ثانيا انك اليوم اصبحت من رجال الاعمال الرائدين. تفضل استاذ. انا دائما اوجه نصيحه حق اي حد. نعم. وخاصه اللي صغار في العمر يبدون، لاني انا اول ما بديت التجاره اول مشروع بدينا فيه كان هو الجيم، وحصلت دائما انتقادات من اللي حواليني، شو تبى الجيم ما بتستفيد بتخسر، اداء النجاح ما اداء النجاح او ما في حد او ما في حد يحمسك. نعم. ولكن اذا كنت انت عندك الاراده والاصرار وانك انت حاط في بالك انك بتسوي هالمشروع مهما كان، ترى التجاره هي بالها قلب قوي. بعدين في هنالك مقوله يعني عن احد الصالحين، الله عز وجل يقدم العامل عن القاع الدرجه. نعم. فانا صح. لو بدي اجلس في البيت واقول انا يا ربي انزل علي المائده من السماء ما بتنزل. صحيح. فانت صحيح. بدات بالعكس. نعم. وبدايتك كانت بدايه موفقه طبعا مع الاستاذ ياسر. نعم. وان شاء الله تكون هذه البدايه طبعا بدايه متواصله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بنشوفكم في اعلى المراتب. اليوم دوله الامارات بيئه الامن والامان، اليوم بيئه الامارات طبعا البيئه التي تختلف عن باقي الدول، المنظومه التي تختلف عن باقي الدول التي طبعا يوجد فيها الاداره الحكيمه. طبعا اذا وجد الامان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. دوله الامارات وفرت جميع هذه الشروط، فنحن من واجبنا كمواطنين او وافدين او مقيمين على دوله الامارات ان نوجه رساله شكر الى حكامنا وشيوخنا في دوله الامارات على ما وفروا من امن وامان وبيئه استثمار خاصه. بطاقه الشكر للشيوخ. اول شيء نقدم شكر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد طال الله في عونه. اللهم امين. وسيدي نائبه محمد بن راشد. نعم. وسيدي ولي العهد محمد بن زايد. نعم. على ما قدموه للمواطن والمقيم. فعلا. وكلنا سواسية، كلنا سواسية حالا. اللهم لك الحمد. بطاقة الشكر للشيوخ. احب طبعا ما بزيد على كلام اخوي ياسر. ياسر كف قال وكفى ووفى. نعم. احنا نحب نشكر شيوخنا ما قصروا، كلهم كانوا داعمين لنا باقل الاشياء اللي سووا لحكوماتنا. عطوا قالوا حق المواطنين سووا تسهيلات وحق التجار سووا تسهيلات، والحمد لله الكل ماشي على هذا المنوال، وان شاء الله باذن الله ان اللي بيبعدنا بعد ان شاء الله بيحصل التسهيلات هاي. نعم. ويتوفقون ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تعالى. طبعا لكل انسان داعم في مسيره حياته العمليه او العلميه على حد سواء. اليوم ياسر مين بحب يشكر؟ انا بالنسبه لي بحياتي العمليه هذا الشخص. نعم. هذا هو. انا بديت اول مشاريعي انطلاقة هذه من بيع وشراء سيارات، وكان هذا الشخص الداعم لي. نعم. في كل مشاريعي وما خطيت خطوة بدونه. أولا فضل الله ثم هالرجال. ونعم بالله. نعم. طبعا هذا بالنسبة بنوجه لك كل التحية. الله يستاهل. نعم. الشاهد الله يستاهل. واحنا سعيدين جدا اليوم بأنكم كنتوا أحد ضيوف برنامجنا المميزين. الله يحفظك. الكفاءات الإماراتية الشابة طبعا اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها دولة الإمارات. نعم. وإن شاء الله تكونوا وجه طبعا خلينا نقول إعلامي وأيضا وجه هادف لجميع الشباب المقبل على الاستثمار، إن كان مواطن إن كان وافد إن كان مقيم. طبعا إحنا كنا في حلقة واحدة تكون تحت أرض وسماء دولة الإمارات. شكرا لكم طبعا وشكرا لدعمكم وشكرا لكم. شكرا لكم. نشكركم. نشكرك أنت والطاقم التصوير وصوت البرنامج على هاللقاء الطيب، ونتمنى إن شاء الله نتلاقى في المستقبل إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتنا سماء الخليج وعلى الـ MTC طبعا.